وشوشة. كنت بلعب كورة. كنت بلعب كورة، وعلى فكرة أنا أصلا بورسعيد بس أهلاوي متعصب، فدي التركيبة صعبة شوية. لا دي تركيبة يعني يمكن الناس المتابعين عارفين، وليا أصحاب كتير في الكورة يعني عارفين الحكاية دي. أنا متعصب مجنون يعني الأهلي. فأنا كنت في مدرسة الكورة في أندية كتير جدا، عديت على كل الأندية اللي تتخيليها. فلغاية سن معين جات لي إصابة في سن 15 سنة، وبعد كده مامتي قالت لي بقى، أمي قالت لي خلاص اقعد بقى ثانوية عامة وبتاع، وما كانش لسه في الاحتراف ده قوي. فبقى عندي فرصة أكتر إن أنا أتفرغ بقى للمزيكا اللي كانت هواية. بقى عندي فرصة بقى، ما بقتش مكتفي بس بالبيانو اللي عندي أو كده، لا بقيت بقى أجيب جيتار وأتعلم جيتار، أعلم نفسي، بقيت أفكر أعمل شكل أغنية، ألف أنا أغاني، ألحنها عشان أعمل ماتيريال أعمل بيه أغاني. ومن البداية حتى وأنا صغير كنت بقعد قدام دايما قرايبي اقعد اغني وبتاع، وكنت اقف حتى كنت بدن في العماره عندنا. انا فاكر في وقت اوقات الاذان كنت انا احب بدن، كنت اقعد اقرا قران واسجل لنفسي بالكاسيت قرايه قران. انا بحب يعني بحب اقول كلامي، بحب اتكلم، بحب اسمع نفسي، كنت بحب موضوع الغنى ده. ممكن امسك مايك ما 20 ساعه ما اسكتش يعني، ممكن اسماء الناس ما تعرفهاش. وبعد كده عملت ناس تانية، وبعد كده اشتغلت في ألبوم محمد نور الأولاني، عملت فيه أغلبه كله. محمد نور كان هو حتى كمان كان لسه برضه في البداية. حاتم فهمي عملت له حاجات، شذا عملت له أغنية اسمها بموت فيك دي، وهي وتامر حسني. في حاجات كانت في البداية. بعد كده أول شغل بقى كان طبعا شيرين على بالي، ونزل بعد سنة ما عملناها، وكانت بداية تعرفي بالمنتج الكبير طبعا نصر محروس. فدي فرقت معايا. بعد كده اشتغلنا بقى في حاجات كتير لتامر، وعملنا البهاء سلطان انا مصمم بعد كده، وحاسس بخوف لتامر حسني وبغير عليها، وعملنا حاجات كتير يعني مع بعض. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده من وشوشه.